بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد. شهر رمضان هو شهر الرحمة، كل واحد منا يرمق بعيني قلبه رحمة رب العالمين، ولذلك نصوم ونقوم ونصلي التراويح ونقرأ القرآن ونفطر الصائمين، نستنزل رحمة الله تبارك وتعالى. وأنا أقول الآن يا أخوان الكرام هنا همسة في أذن كل واحد منا، مدام أننا حريصين أن تنزل علينا رحمة الله، فلماذا لا نعجل نزول رحمة الله؟ كيف؟ وذلك بأن نكون نحن رحماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول عليه الصلاة والسلام: الرحماء يرحمهم الرحمن. فإذا أردنا أن نستنزل رحمة الله عز وجل، فيا أخواني ويا أخواتي علينا أن نرحم. ارحم الكافر وتمنى له الهداية، ارحم المخالف الذي خالفك وحاد عن طريق الصواب وتمنى له أن يعود إلى طريق الصواب، ارحم زوجتك وتحمل بعض أخطائها، ارحمي زوجك وتحملي على ما يحمل من أعباء الدنيا، ارحموا أبناءكم وتقربوا إليهم واسقوهم من عاطفتكم ومحبتكم، ارحموا من حولكم، ارحموا جيرانكم، ارحموا حتى الناس الذين يعملون لكم في مناصبهم وأشغالهم، لا تنظرون فقط إلى عيوبهم، ارحموهم وساندوهم بالدعاء وتمنوا لهم التوفيق. أسأل الله أن يجعلنا من الرحماء وأن ينزل علينا رحمته. Oh.